السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وفي تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد في القناه. اليوم ان شاء الله غنتكلم لكم على ديبرولين بوماد 0.05%. صراحه هذه البوماده غادي نحكي لكم على التجربه ديالي معاها من بعد ما كانت عندي واحد الحساسيه اللي كانت في اليد ديالي، درت ليا الحكه وبدات كتقشر ليا اثر الاستعمال ديال المنظفات. يعني كنت كنستخدم بدون ذكر الماركات، كنت كنستخدم هكا جافيل مع معجون ديال غسل الاواني. دار لي واحد الحساسيه في اليد ديالي اللي كانت كتقشر ليا كتدير لي الحكه، وكانت عطات واحد المنظر خايب في اليد ديالي، ولكن الحمد لله. مهم، دخلت قلبت صراحه بدون وصفه الطبيب، قلبت وخديت هاد بوماده ديبرولين 0.05%. وجربتها، وصراحه يعني في ظرف 3 ايام صافي ما بقاش في داكشي نهائيا في يدي. ولكن من بعد بقيت كنستعمل القفازات هكا فاش كنبغي نغسل الماعون، فاش كنبغي نقيس هكا دي برودوي اللي هما صعابين بحال جافيل، بحال هكا فاش دوك المنظفات باش كنديرو البوطه باش كنحكو المرحاض، وبزاف ديال البلايص وبزاف ديال لي برودوي اللي خايبين البشرة الجلد. غنهضر لكم على هاد دي برولي بوماد. اول حاجه غنهضر لكم انها كتحتوي على ماده فيتامين توسون كيف ما كتشوفوا معايا، وهي ماده مشابهه للكورتيكويد. هاد الماده كتستخدم كمضاد فعال للالتهابات الجلديه الحساسيه، وبالاضافه على انها كتستعمل لعلاج الاكزيما والحساسيه بحال حساسيه الجلد، الالتهابات الجلديه اللي كتصاحبهم الحكه والحميرار كيف ما كانت في الحاله ديالي انايا. كما قلت لكم هاد الحاله، هاد الحساسيه ديال الجلد من مور الاستعمال ديالي. يعني في داك الوقت ديال فاش كان الكوفيد كنت كنستعمل بزاف لي برودوي ديال التنظيف، كنعقمو بزاف، كنستخدم المعقم بزاف. يعني البشره ديالي ما تحملاتش داك ترى ديال لي برودوي، طرا لي هذا المشكل. مهم، قلت والله تنشاركها معكم، الصراحه زوينه زوينه بزاف. استخدمتها قلت لكم 3 ايام صافي، الحمد لله ما بقاتش فيه نهائيا، ولحد الان ما رجعتش ليا. يعني الحمد لله ما بقات فيه حتى شي حاجه. ويعني وكنستعمل مره هكا جافيل، كنستعمل كنسى ما كنديرش ليات وداكشي، ولكن ما كطري حتى شي حاجه الحمد لله. كما قلت لكم هي علاج فعال للاكزيما، الحكه والفطريات، وكذلك علاج ممتاز للتشقق القدمي. وهذه بتجريب، لحقاش كانت عندي هاد البوماد والوالده ديالي عندها تشقق القدمين مع المهم سندالات البلاستيك. كتعرفوا حنايا الاسر المغربيه في الدار كنتمشاو بديك صنداله ديال البلاستيك، وهذيك الصنداله هي اللي كدير دوك تشققات القدمين. وكانت عندي في الصاك ديالي، وقلت لها هانتي ديريها شوفي على الله. وفعلا ما بقاوش تشقق القدمين، يعني ما يكونوش جروح، يكونوا غير هكا تشققات اللي هما خفافين. وتستعملوا هاد البوماد الصراحه راها رائعه. نرجعوا للموضوع ديال يعني العلاجات اللي كتقدم لنا هاد ديبرولين. كتستعمل كذلك التخلص من الصدفيه، يعني كيعطيوها الاطباء العلاج الصدفيه، العلاج الجسم الجاف اللي كيتقشر، يعني بالخصوص في البرد كيكون عندنا واحد الحساسيه كيبدا البشره ديالنا كتقشر. ولكن واحد النصيحه، ما تستعملوهاش للوجه لحقاش خايبه، تقدر يعني المواد اللي كتكون منهم تستعملوهم من بعد ما تقطعوها تبين لكم واحد الاثر ديال الشيخوخه في الوجه، دير لكم شي اعراض خايبه، ما تستعملوهاش للوجه. ومن هذا الشيء كامل كنقول من الاحسن انك تستشر طبيب، ولا تستشر طبيب فارماسي، تسولو واش ممكن نستعمل هالحاله ديالي وهالحاله ديالي وهالحاله ديالي، وتقول له بغيت نستعمل ديبرولين بوماد 0.05%، واش ممكن لهاد الحاله تصلح.
بحال هكا. وإلا كانت غادي تصلح في الحالة ديالك فخدها، راه الصراحة زوينة 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 بزاف. عن تجربة، عن تجربة، وقسما بالله إلا أنا جربتها ولقيت عليها العلاج عجبتني بزاف. ويعني فيما تكون عندي هكا شي حساسية اللي هي خفيفة، ما يكونوش فيها جروح، تكون عندي حساسية خفيفة، فأنا غادي نشريها وغادي نستعملها. الحقاش زوينة، وبالنسبة للثمن ديالها راه الثمن ديالها 24 درهم، مهم 23.90 درهم، ما كتفوتش الثمن. زوينة بزاف البنات، زوينة بزاف، خذوها في هاد الحالة، في يعني هاد الحالات اللي ذكرت لكم، واستشروا الطبيب، استشروا الفارماسي قبل ما تستعملوها. كنتمنى نكون فدتكم بهاد الفيديو، قدمت لكم بعض النصائح، يعني كنوفروا داك الوقت باش كتمشي تقلب وكذا وسميتو، المهم كنوفروا وكنعطي النصائح اللي انا عن تجربه. وانا راه الجسم ديالي حساس، يعني البشره ديالي عفوا حساسه، واخا هكاك صراحه زوينه زوينه، ما دارت ليا حتى مضاعفات الحمد لله. كنشكركم على التتبع ديالكم، على الدعم ديالكم، شكرا بزاف بزاف. نتلاقاو في فيديو جاي وشكرا.